المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب وهذه الحلقة الجميلة من قناة الشرقية. أعزائي المشاهدين، أولا نقول لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد على كل أبناء شعبنا بالداخل وبالخارج وهنا وهناك وهناك ومنا ومناك، أهلا بكم بهاي الحلقة. أعزائي المشاهدين، عيد مبارك على كل إخواننا وأهلنا في داخل الوطن وخارجه، ونقول لكم عيد مبارك وسعيد، وإن شاء الله عيد مبارك على جميع ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بهاي الحلقه اليوم راح ناخذكم في جوله وفي رحله، رحله خير، خطوه خير، وخطوه الخير تبدي دائما بخطوه، والشرقيه بدت الخطوه، هاي خطوه الشرقيه، خطوه اولى باتجاه الخير. اعزائي المشاهدين، الخير بدا والخطوه تودي الطريق وتودي المدينه وتسوي عالم خير، ورايحين لوجوه الخير، ضيوفنا، الناسنا، الاهلنا، الشرقيه رايحين ضيوف الاهلنا اللي هم وجوه الخير وهم أهل الخير. يا كل الهلا بيكم. وأعزائي المشاهدين، ما أخفي عليكم، أنا أول مرة أصعد سيارة حمل وما أدري شلون مدبرها، بس مع ذلك نقول للخير لازم نوصل، ويلا شرقية انطلق. السلام عليكم، شلون صحة؟ كل عام وانت بخير. الله يخليك، صحة وعافية إن شاء الله، وتحياتنا إليك وللأهل. الله يخليك. بس قل لي الاسم الكريم. اسمك، اسمك؟ مروان. يا هلا بمروان، شلونك مروان؟ زين؟ شلونك بالعر هذا والصيف والهاي؟ ماكو شاط هناك مثل بالرمادي؟ اكو اي اشكال، اكو بالرمادي، وان شاء الله ترجعون للرمادي وترجع تسبح، مو؟ ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. انت موجود بالمخيم صار لك ايش قد؟ اسبوع. اسبوع صار لك، ايش قد انتم عائلتكم؟ لا، عائلتكم كم واحد؟ انت والوالد والوالدة، ايش قد انتم عددكم؟ احنا امي وابوي. انت الوالد والوالده؟ ان شاء الله. هسه هم بالخيمه؟ هسه نروح لهم ان شاء الله ونشوفهم. كل عام وانت بخير وصحه وعافيه، والشرقيه تسلم عليك، وانت مسلم على الشرقيه. ها؟ شلون هالشرقيه؟ زينه مو الشرقيه؟ اي، والشرقيه اليوم جايبت لكم اشياء لطيفه اللي هي كسوه العيد. ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك. وانا اريد ابدي وي 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 مروان، وي مروان، اعطوني اول كسوه نعطيها بمروان. يلا كل عام وانت بخير وصحه وعافيه. تقدر تشيلها لو ساعدك؟ والله تقدر؟ بالله راوني شو شلون تقدر. بس يلا تقدر؟ عافيه عافيه بمروان. ها ثقيله، راح اجي وياك. يلا يلا نمشي انا وياك. يلا يلا يلا. السلام عليكم. الله يساعدهم. شلون الصحه؟ كل عام وانتم بخير، صحة وعافية، الشرقية تسلم عليكم، وهاي كسوة العيد إن شاء الله، عودتكم قريبة بحيل الله إن شاء الله، وبعزيمة الغيارة والناس الطيبين وجيشنا، وإن شاء الله راجعين لأهلكم. طبعاً هاي الغذائية الخاصة بالعيد، وأنا قلت الكسوة، لأن يعني الكسوة مالت الحجية عزيزة علي، لازم. وين كسوة الحجية؟ مشكورين، رحم الله والديك، رحم الله والديك. هاي كسوة العيد، وإن شاء الله يعطيك الصحة والعافية، خلي لكم مروان إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. انت الشرقية كلها تسلم عليكم. سلمونا على سعد البزاز وعلى الشرقية كلها وعلى كادرها كلها. والنعم. اي والله سلمونا عليهم. كثير السلام. من احنا بالرماد نتابع القناة. الله يسلمك. هم ولدكم. هم والله ولدنا. والله ولدنا. هم صوتكم، الشرقية صوتكم. والله ولدنا. مشكورين، رحم الله والديكم. الله يسلمك. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. وانت من الخير. وانت من الخير. نشكركم لا ان شاء الله ما وراك. الله يوفقك. ان شاء الله، هذا مع السلامة. يوفق سعد البزاز ويوفق الكادر كله. متواصلين اعزائي المشاهدين وياكم بزياره اهلنا وناسنا، والسلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير، صحه وعافيه، وعيد مبارك.
عليك وعلى عائلتك ان شاء الله. تعال عمو تعال 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 تعال. الاسم الكريم؟ وليد. وليد ايش قصر لك هنا في هذا المكان؟ والله صار لنا تقريبا سنه ونص هنا. سنه ونص. شلون الامور؟ شلون الامور؟ والله الامور الحمد لله بخير والله، بس شويه شغلت الحر يعني هنا. الحر على كل العراقيين، الله يعينكم ويساعدكم، بس هي شده والزور وان شاء الله ترجعون ان شاء الله بجهود الطيبين مثلكم ان شاء الله. جهود الطيبين مثلكم. بيوتكم العامره ان شاء الله وانتم وجوه الخير، والشرقيه اليوم ضيوف عليكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك وبالشرقيه وبالكادر ان شاء الله مالت الشرقيه كلها. الله يخليك، احنا جايين جايب لكم كسوه العيد وغذائيه العيد. انت جنابك متزوج؟ اي نعم متزوج. عائلتك كم طفل؟ والله عندي اربع اطفال. اربع اطفال. اي احنا ان شاء الله راح نعطيك كسوه الاطفال والغذائيه ونعطي للمراه هم لا تزعل هم نعطيها كسوه. وين الشباب؟ خلي يجيبون لنا هاي. احسن هاي الاولاد. هاي بناتي. كم بنيه عندك؟ عندي بنيتين وليدين. ما شاء الله ما شاء الله. وهاي مالت الولد. شو اسمك؟ ها؟ رهب؟ رهب؟ حبيبتي؟ كل عام وانتم بخير؟ صحة وعافية؟ هاي مالت العيد، ها؟ لبسيها وتونسي بيها وطلعي هنا وغني، ها غني، خرجتوا يوم مال عيدي. الله يخليك. الله يبارك فيك. وهاي مالت الأولاد، هاي مالت الأولاد، وهاي مال المدام السيدة كسوة السيدة. والله يخليكم إن شاء الله ويحفظكم. احنا نشكر قناة الشرقية، يعني كل نشكر. وهاي هاي الغذائية الخاصة بالعائلة اللي تقدمها قناة الشرقية اللي هي خدام لكل الناس كل العراقيين. والله صار قناة الشرقية هي يعني بكل يعني كل هاي زينة يعني ويانا. احنا ضيوف عليكم اليوم ويا رب نكون ضيوف يعني مو ثقلاء عليكم. ان شاء الله تجون هناك للرمادي ان شاء الله. والنعم والنعم للرمادي واهل الرمادي ومضايف الرمادي ان شاء الله. والله هي قناة الشرقية هاي ام اليتامى وام المساكين يعني ما خلت واحد. هاي خطوة خير، البرنامج اسمه خطوة خير وراح تتبع ان شاء الله، لان الشرقية دائما خطواتها باتجاه الخير ان شاء الله. كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير كل عام وانتم بخير. عيد سعيد. قولوا عيد سعيد. يلا يا حبايبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير يا كل الهلا يا كل الهلا يا كل الهلا. كل عام وانتم بخير صحه وعافيه الله يخليك. ايامكم سعيده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الزوجه مو ام من؟ ام ليث. ام ليث يا كل الهلا. تفضل ام ليث. شلون اخباركم؟ والله الحمد لله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الشرقيه ما قصرت. وصحه وعافيه ان شاء الله وسلامتكم ان شاء الله. احنا اليوم جيناكم اولا نبارك لكم بالعيد ان شاء الله ويا رب ترجعون لبيوتكم ونزوركم ببيوتكم العامره ان شاء الله. الله يخليكم ويحفظكم ان شاء الله. الشرقيه جيتكم وجايبت لكم كسوه العيد هاي للاولاد. ما تقصر دائما سباقه بالعيد. يلا هاي مالت العيد. يلا طلعوا بها العاب. فتحوها فتحوها فتحها بها العاب. هاي وهاي للسيده ام تسلم يبارك فيك. الله يخليكم ويسلمكم. وانطوني انطوني بعد شو عندنا؟ انطوني كس شو اسمه؟ جيبوا لي انطوني 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 الغذائيه. هاي الغذائيه هاي الغذائيه مالت العيد. والله يبارك فيكم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله. ومره ثانيه نقول لكم الشرقيه بخدمتكم وجدت عيد عليكم ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله يبارك حلوه وبارك الله فيكم. اهلا وسهلا يا كل الهلا يا كل الهلا يا كل الهلا يا كل الهلا. يلا روحوا فرحوا فتحوها. هاي بها ملاعيب فتحوها. فرحتنا ان نكون ويا اهلنا وناسنا بالعيد ويا رب ان شاء الله يكون عيد سعيد عليهم. هي هاي الفرحه الكبيره ان نشاركهم فرحتهم ونحسسهم انه احنا وياهم بكل المصائب والافراح ان شاء الله. وانا فضلي اختي. السلام عليكم. مرحبا اختي. شلون الصحه؟ زينين ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة إن شاء الله ويوم إن شاء الله ترجعون لدياركم غانمين سالمين إن شاء الله. أختي العزيزة أنتي من وين؟ من الرمادي. انتوا صار لكم ايش قد هنا بهذا المخيم؟ سنه ونص ان شاء الله. ما بقى شيء ان شاء الله، بقى بس القليل وترجعون ان شاء الله لاهلكم. يا كل الهلا. هذول بناتك ما شاء الله واولاد. ايش قد عندك كم طفل؟ اربعه. هذول الاربعه كلهم جايبتهم. ابو الجهال وين؟ والله يسلم عمالك. سلمينا عليه كل هوايه وقولي له الشرقيه كانت اليوم هنا وجابوا هدايا العيد للاولاد والغذائيه مالت العيد وتحياتنا له. الله يبارك بكم ويخليكم. عمو شلونك؟ شو اسمك؟ نبع وتي عفية ايمان. والمصلبخ هذا الململح شو اسمه؟ موسى. هلا بموسى. اعطوني وين وين مال بنات؟ وين هذا اني مال بنات؟ هاي مال بنات. هاي للحبابه وهاي مالت العيد وبيها العاب. وبيها عروسه وفتحيها وشوفيها. وهاي هاي شو اسمها؟ اطياف. اطياف يما اطياف يما اطياف. تباوع عليها تقول اني واحد. هاي مالتك حبيبتي. هاي واحد. وين مال الوليد؟ الوليد والوليد والوليد. موسى هاي مالتك. موسى يلا علقها. ايش واقف واقف خل علقك اياها. هاي مالتك.
اي حتى ما حد ياخذها منك، مو سيئه، افتحها بها ملاعيب. اعطيني وهاي للمدام، هاي الكسوه مالتك، الله يبارك بيك وان شاء الله ترجعون لدياركم وعيد سعيد ان شاء الله، وبرنامج خطوه خير اجاكم من الشرقيه حتى يشارككم الفرح ان شاء الله ويخفف من معاناتكم ان شاء الله. الارزاق هاي الارزاق، وهاي مالت الارزاق الغذائيه. يخلوها الولد هناك، خليه يخلوا لك اياها، ياخذ الهله، ياخذ الهله، هلا 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 عائله. يلا وينها وين؟ السلام عليكم، شلون الصحه؟ كل عام وانت بخير، الله يخليك يسلمك. من الرمادي؟ انتو صار لك قد هنا؟ سنه ونص. سنه ونص. الصغيره اليش؟ حفيدتي. حفيدتي، شفتوا كم واحد بالخيمه؟ انا سبع نفر. سبع نفر. اربع بنات تحت. سلمينا عليهن، وكل عام وانت بخير وحياه سعيده ان شاء الله، ونتمنى يا رب ان شاء الله باكر قبل اليوم او اليوم باكر ترجعون لاهلكم ولدياركم ان شاء الله. الله يبارك بيكم. هاي انطيني ايش قد عندك بنات قلتي لي؟ اربعه وياها خمسه سته. احنا ست نسوان. انتوا ست نسوان؟ اي احنا راح نعطيك الك. والبنات؟ اي هاي هاي مال البنات، هاي مال البنات، سلمينا عليهم. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وطيني هاي مالتك، هاي هاي الك كسوه العيد، هاي الك مدام الله يخليك وسلمينا. وهاي الغذائيه مالت العائله، الله يبارك بيكم ويخليكم، وكل عام ساعدها عمو عافيه. متواصلين؟ وينك؟ متواصلين؟ داي. متواصلين مع العيد السعيد ومع عوائلنا السعيدة إن شاء الله ونزورهم. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة فيك. كل عام وأنت بخير. بخير. صحة وعافية. موفق بالصحة والسلامة. الله يخليكم ويسلمكم إن شاء الله ويحفظكم وترجعون لدياركم سالمين غانمين إن شاء الله. قناة الشرقية ترحب بكم. أهلاً وسهلاً. وإحنا ضيوفكم. على رأسي. وإحنا جايين نعيد وياكم إن شاء الله ونقضي وقت ممتع، وإحنا جايبين كسوة العيد وجايبين الغذائية مالت العيد. جنابكم العدد قد العائلة هنا؟ عددنا العائلة عندي اثنين، انا وزوجتك. انت وزوجتك؟ نعم. واولاد اطفال قد عندك؟ ما عندك بس انت وزوجتك. اذا احنا نعطيك، انطوني شباب، انطوني للاخ، اعطيني مالت المدام للسيده، كسوه العيد للسيده اعطيني اياها. هاي لاختنا العزيزه ان شاء الله، وايضا راح يعطوك الشباب الغذائيه مالت العيد تستلمها ان شاء الله، ويا ربي ان شاء الله يكون عيد سعيد عليك. امين ان شاء الله على الجميع يا رب، والشرقيه تسلم عليك. وهاي برنامج خطوه خير، وان شاء الله هي بدايه الخير. هاي الشرقيه دائما يعني دائما سباقه بهاي الشغلات. الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظكم. هاي الله يسلمك. هاي الغذائية مالت العيد إن شاء الله، وإن شاء الله نزوركم ببيوتكم إن شاء الله العامرة. الله يخليكم ألف هلا بيكم، شرفنا بكم. عيد سعيد، مع السلامة، وسلمنا على أهل بيتك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. شلونكم عيني؟ كل عام وأنتم بخير، صحة وسعادة وسلامة إن شاء الله عليكم وعلى أهل بيتكم. الشرقية جت اليوم تشارككم الفرحة إن شاء الله، وإن شاء الله الفرحة تزرع بقلوبكم من برنامج خطوة خير اللي تقدمه الشرقية. أختي العزيزة، أنتوا عائلة هنا مو؟ إيش قد عددكم؟ أنتوا وزوجك وثلاث أطفال، إيش قد صار لكم هنا؟ صار لكم سنتين إن شاء الله. شو اسمك عمو؟ هلا وحبيبتي سارة، وأنت حبيبي شو اسمك؟ محمد، محمد شلونك؟ بياصف؟ بالثالث، بطل محمد. يلا بدك تجال وترجع للبيت هناك تعمره وتسويه من جديد. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا راح نعطي سارة والحمودي هدية العيد إن شاء الله، ولدك وجنابك أيضا نعطيكم الغذائية مالت العيد، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، والشرقية بخدمتكم دائما، وغريبة أقرب لكم، أقرب الناس لكم هي الشرقية إن شاء الله، إن شاء الله. أعطوني هاي للبنوتة، هاي للبنوتة، هاي هاي شوفت عيها، شوفت عيها برضه، شوفت بيها، خاف كل شيء ما بيها، خاف هاي الكاميرا الخفية. هاي شنو؟ هاي شنو؟ هاي هاي العروسة الحلوة. لا لا لا، بعد 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 بعد، شوف شوف شوف، هاي 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 هاي، باعي باعي باعي، شوف الجنطة وهذا الحذاء. يلا يلا، كل عام وانت بخير حبيبتي. وينه؟ المصلبخ وينه؟ وينه؟ هاي مالته. زين، خذ حبيبي، تعال تعال يلا قدامك، تعال شوف ايش بيها بالله.
شوف ايش حاطين باوع باوع السياره هاي هنا راح تبيكم سبايا جو اي راح يذابحون وهاي ما شاء الله هاي ما تنعيد تلبسها اليوم تلبسها ما تنعيد اريدك زين ان شاء الله وهذا هم الحذاء الداخلي ايضا موجود وكل عام وانتم بخير وين وهاي للمدام الك الله يخليك الله يبارك فيك شفت العزيزه وهاي هاي الغذائيه مالت العيد ان شاء الله ان شاء الله الله يسلمكم ويحفظكم وكل عام وانتم بخير وسلمينا على ابو بيتك ان شاء الله تحياتنا لكم تحياتي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اخوي شلون كل عام وانت بخير صحه وعافيه الاسم الكريم محمد كم طفل عندك ثلاثه انت والاخت زوجتك وثلاث اطفال انتوا خمسه ايش صار لكم هنا الله الله يعينكم وان شاء الله شدوا الزول وما بقى الا القليل وراجعين لدياركم ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانت بخير وعيد سعيد ان شاء الله وهذا العيد نشوف ان شاء الله اخر عيد هنا والعيد الجاي نجي نزورك ببيتك العامر ان شاء الله الله يبارك فيك الشرقيه اليوم جتي تهنيك اولا بالعيد السعيد وتقدم هذا الخير والبرنامج اسمه خطوه خير وخطوات الشرقيه كلها خير ان شاء الله باتجاه ناسها واهلها ومواطنيها ان شاء الله هذا 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 المصلبخ هذا اي وهاي البنوته شو اسمك عموك اسمك تبارك عافية حبيبي تبارك تبارك وهاي لاختنا الزوجه ان شاء الله سلمنا عليها الله يبارك بيها وهاي الغذائيه للعائله كلها غذائيه العيد الله يبارك بيكم وكل عام انتم بخير ان شاء الله كل عام بخير عيد سعيد ان شاء الله الله يبارك سلمنا يا السلام عليكم السلام ورحمه الله شلون الصحه كل عام وانتم بخير صحه وعافيه ان شاء الله سلامتك وسلام اهل بيتك شلون الصحه بخير ان شاء الله جنابك ايش صار لك هنا والله صار لي سنه وثلاث شهور انت والعائله الكريمه جل عددكم ان شاء الله سبع نفرات ما شاء الله سبعه يعني خمسه اولاد وانت والسيده كنا زوجتك صار ثلاثه وبناتك يعني قلت خمسة هسه تجي تخربطني هسه تجي تخربطني هنا قلت خمسة تسوي لي هاللعبة هسه ثلاثة واثنين ايش قد؟ سبعة ويلي الا تداخل بالارقام ايش قد انتو عمو؟ هم سبعة مثل ابوش معلمكم يابا خمسة وانت وال نعم والسيدة سبعة الله يخليهم الله يخليهم زين ايش قد ولاد ايش قد بنوات؟ ثلاث ولد ما شاء الله ابو وين؟ ابو مصطفى وين البنات وين الولاد خليجون خليجون تعال 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 يلا 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 تعال تعال طلع بالتلفزيون تعال تعال ايش اسمها هاي؟ ملكة اخر شيء ان شاء الله بعد هم مات هذه الخيمه ما تكفي عم الحمد لله الحمد لله شلونك عمو؟ شو اسمك؟ صفا وانا مصلبخ احمد اطلع خلي يشوفوك اطلع اطلع ها حبيبي ادهم يما ادهم هو شن عادل اي شن عادل ادهم اكيد وكع مو وكع مبين من الهم وكع زين تشوفون تلفزيون انتوا عمو عندكم تلفزيون شنو شو لا تشوفون شنو التمثيليات شنو هذا بس افلام كرتون يلا سوي لنا صوت البطل شو يسوي البطل؟ كلب شو يسوي شلون بلا سوي لنا صوت صوت الكلب الكلب انا اقول شلون يسوي الكلب اخلد صوت الكلب مياو هلا لا تعرف شلون احنا نتمنى لك ان شاء الله تعود لبيتك ان شاء الله وهذا اخر عيد ان شاء الله وتعودوا لكم الشرقيه اليوم بتتكلم عليها بالشرف وانتوا هن وانتوا اهل الخير اكيد بالمدارس مو؟ ان شاء الله ويا صفتك رابع عيد ربالك رابع وان شاء الله تروح تكمل بالخامس هناك مو؟ ديرتك ان شاء الله وهذا الحبيبه شلون وضعها صحيح؟ الحمد لله اخوي حبيبتي حبيبتي اعطوني اساعدنا ثلاث بنوات اثنين وثلاث اولى يلا طول اثنين هاي منو البنوات تدن التنين الحبابات تدن خذينا 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 هاي ملاعيب جايبين لكم واحذيه كل شيء وين مال الولاد؟ وهاي الولاد ثلاثه هاي سيارات وملاعيب اريدكم اليوم تلعبون بينا هاك ادهم عادل ادهم عادل ادهم مستحي وهاي لاختنا العزيزه الله يخليك هاي الماما عزيز كل عام وانتم بخير اختي ان شاء الله صحه وسلامه وهاي الغذائيه مالت العيد والشرقيه يسلم عليكم وكل كادر
الشرقيه يسلم عليك. الله يبارك فيكم ان شاء الله، وانتم وجوه الخير وانتم اهل الخير ان شاء الله، ونزوركم ببيوتكم ان شاء الله. مع السلامه، كل عام وانتم بخير، عيد سعيد ان شاء الله. السلام عليكم، شلون شفتي؟ شلون الشابه؟ كل عام وانت بخير، صحه وعافيه، وعيد سعيد عليكم وعلى دياركم وعلى اهلكم وقرايبكم واللي يحبكم ان شاء الله. اختي العزيزه انتم عائله هنا مو؟ اي والله عائله، وبنتي هاي ارمله وزيغالي. بنتش ارمله عندها ثلاث اطفال، الله يخليهم الله يخليهم ان شاء الله ان شاء الله. حبيبتي تعالي انا بوجهك. ولي ما شاء الله، تعال تعال وليد، شوف على وليد هذا قد حليه، وبابا قصايبه هاي قد حلوه. شو اسمك يا وليد؟ سجاد. سجاد، عافية سجاد، عافية سجاد. الزوج وين؟ والله موجود. يعني موجود يعني مريض لو شيء لون؟ والله ما وين؟ لا الزوج الزوج زوج. زوج والله طالع طالع طالع، ها يعني بس بنتك موجودة ها؟ أولا تسلمينا على الجميع إن شاء الله، وعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وإحنا يعني وإحنا إن شاء الله يعني الشرقية جتي تفرحكم وشارككم العيد، وما ناسي أهلها الشرقية إن شاء الله، وأنتم أهلنا الله يبارك بيك، وإن شاء الله هذا آخر عيد هنا، العيد الأخ إن شاء الله ببيوتكم العامرة بدياركم وأهلكم. الله يبارك بيكم يابا. وين هداياهم دول الصغار الحلوين؟ هاي هاي اثنين للأولاد، وثالثة ولد يابا يزعل ثلاثة. لا قصايب ماي ولد. هاك هاك سجاد سجاد جابوا لك سجاد. شي حكي يلا نشكر يلا نشكر سجاد بعد وراء بلا. هاي هذه ليش يعني هاي ليش وهاي وهاي هاي الغذائية أختي العزيزة غذائية مالت العيد. سلمينا على الجميع وبارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يخليك اشكرك أختي العزيزة. يا الله وين عندنا ناس. السلام عليكم. السلام. الله يساعدك، شلونك يابا؟ شلون صحتك؟ كل عام وانتم بخير، صحة وعافية. سلامتك، ماكو شيء ان شاء الله تشوية مريض، صحة وعافية. وليد منكم من الشرقية ومن سعد بزاد يساعدني ان شاء الله. الشرقية ما تقصر ان شاء الله. سلامي لسعد بزاد اللي هذا مريض ان شاء الله. ان شاء الله ما تقصر لا الشرقية ولا اللي قائمين على الشرقية ولا ما اقدر اقوم يا اي. حجيه بس تعالي لي هنا شويه. اي حجيه. نعم. ايش قد عندكم بالبيت بالخيمه؟ والله انا عندي ثلاث بنات وثلاث ولد. ثلاث بنات وثلاث ولد، يعني ما شاء الله سته. اي واخوي هم صغير. هم معاكم يعني ما شاء الله. قد صار لكم حجيه هنا؟ احنا صار لنا سنه. انتم من الانبار؟ اي من الرمادي ولا من الانبار نفسه؟ من الرمادي. من الرمادي والنعم، احنا نريد العيد الجاي نزوركم بيتكم. الله كريم العامر. والنعم انتم اهل الخير. انتم اهل الخير. مشكورين. انتم اللي تفيضون خير على الناس ان شاء الله. وهاي شده والزول وهاي تنسي ونجي ببيوتكم ونقعد. الله كريم. احنا الشرقيه جيناكم ضيوف وجبنا شيء من خيركم. مشكورين. هذا لكم. مشكورين. انتم علمتونا الخير. مشكورين والله. فهاي هدايا العيد كسوه العيد وللاولاد وللبنات. مشكورين. الله يخليهم. هاي ثلاثه للبنات هدايا. مشكورين. هاي هدايا وشغلات وثلاثه. هاي همات اثنين للاولاد. دشداشه علي ماكو؟ دشداشه تجيك ان شاء الله. ابشر ابشر سهله هاي مال دشداشه. وهاي حجيه لك. مشكورين. ما ننسى الحجيات احنا، هن اهم شيء، هن البركه. مشكورين. الله يخليك الله يبارك فيك. وهاي امي. مشكورين. هاي غذائيه العيد ان شاء الله. مشكورين. وهني مري وتتهنون بها وبارك الله بيكم وسلمينا على الجميع ان شاء الله. الله يسلمكم. الكادر مالكم والشرقيه وعلى راسكم. الله يخليكم. هي منكم والكم، هي منكم والكم، هي خيرها من خيركم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك بيكم. الله ان شاء الله هي الشده زول ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. عيد سعيد مره ثانيه وكل عام وانتم بخير. والف خير. احمد خذ ورجع. احمد هناك عندنا عائله. احمد من هناك على الجهه الثانيه. ارجع احمد. اول احمد سويت ومع عائله عراقيه اخرى. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة وعيد سعيد عليكم وعلى عائلتك الكريمة ان شاء الله. شلون اختي؟ شلون صحتك؟ امه انت جنابي؟ ام نار. ام نار شلون الصحة اختي؟ كل عام وانتم بخير. الله يخليك الله يبارك فيك العزيزة. ام منار ايش قد صار لكم هنا؟ والله يعني بداية المخيم يعني قبل سنة تقريبا، اكثر من سنة.
شلون الامور هنا؟ كيري الحمد لله الحمد لله. يا رب ان شاء الله يكون هذا اخر عيد هنا، والعيد الجاي ان شاء الله ببيوتكم العامره الهانيه بكل شيء، بالفرح وبالخير. احنا اليوم جينا ضيوف عليكم ان شاء الله، جينا نشوفكم ونسلم عليكم ونعايدكم احلى عيد. الله يخليك ويبارك فيك، الله يخليك ويبارك فيك. والشرقيه دائما خطوات خطوات خير، والبرنامج اسمه خطوه خير. وانا اخوكم حيدر النعثر جيت حتى اسلم عليكم واشوفكم ونقدم لكم اشياء بسيطه اللي هي من خيركم ان شاء الله. الله يخليكم، الله يبارك، الله يبارك فيك. احنا البنوته راح نعطيها هسه هديه. ها منار، منوره فتحيها عمو، فتحيها بابا، فتحيها منور يلا فتحيها. وهذا حبيبي حمودي، حمودي انا حمودي جايب له سياره. يحب السياره؟ اي كلش يحب السياره. انا عايد عجل، اجت في حجره يا حمود. حبيبي تسلم، الله يحفظك، الله يحفظك. وهاي جو الكسوه، وهذا التيشيرت، وهذا الحذاء ابو الضوايات اللي يضوي بالليل. فرحتونا، يسلمكم والله، يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. وعيدك يوم منار ايضا كسوه العيد، واعذرونا من التقصير. والشرقيه دائما سباقه ان تكون قريبه من عيدكم ان شاء الله. ما ننسى طيبكم، الله يخليكم. وهاي ايضا الغذائيه مالت العيد والشرقيه، والله ندعو من رب العالمين ان تكونوا كرماء دائما واعزاء دائما، وترجعون لبيوتكم. وهذا شيء قليل من خيركم، خير من الله اللي تقدم الشرقيه بهذا البرنامج اللي كله. الله يخليكم، وتحياتنا لكم، وكل عام وانتم بخير وحياه سعيده ان شاء الله وسعاده. الله يخليكم، تسمعوني. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم راشي، كل عام وانتم بخير، بخير ومصحه وعافيه ان شاء الله. شلون الاخبار؟ الحمد لله، شلونكم؟ الحمد لله، الله شلونكم؟ ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير. وين تعال 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 تعال، مرحبا عمو، شلون صحتك حبيبي؟ تعال عنك، لا 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 تعال 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 تعال، هذا يخاف، تعال علول. انوار هلا عمو، هلا 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 استاذ، هلا استاذ، شلون عمار؟ هلا وشلونك؟ تعال عبودي، استاذ انطيني عبودي بعد، وعمار ما شاء الله، لا لا الله بعد قد عندنا جو. الله يخليهم، الله يخليهم، الله يسلمكم، كل عام وانتم بخير. اختي وين العزيزه اختنا موجوده؟ تفضلي تفضلي اختي، تفضلي تفضلي تفضلي، احنا جايين نزوركم نعيدكم. كل عام وانتم بخير، تفضلي تفضلي هنا، تفضلي ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، الله يسلمك، عيد سعيد ان شاء الله عليكم وعلى العائله الكريمه. احنا اليوم ضيوف عليكم ان شاء الله، تشرف بيكم خفيفين، والشرقيه اليوم جايه تعيدكم، تشرف بيكم ببرنامج خطوه خير ان شاء الله. الله يسلمك، ان شاء الله تكون فعلا خطوه خير باتجاه خير قادم ان شاء الله. ان شاء الله. ايش قد الاولاد؟ ايش قد العائله؟ يمي خمسه اولاد، خمسه اولاد. نعم. هو هسه عندنا ثلاثه، ثلاثه واثنين خربانين، اثنين خربانين سجلناهم هروب. اي والله الله يساعدهم يطلعون، يطلعون بهالحر هذا وهذا، ويشوفون شوي يغيرون جو. ايش قد صار لكم هنا؟ والله صار لنا تقريبا سنة، سنة يعني من بداية المخيم. ايه بداية. انتم من الانبار؟ نعم من الانبار تحديدا، نفس الانبار. لا ناحية شو اسمه طبعا القائم، القائم انتم من، ايه من القائم. نعم. يعني تابع للانبار. نعم تابعين للانبار. نعم. يعني وشلون الامور هنا؟ شلون؟ والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. احنا نتمنى يا ربي هذا اخر عيد هنا ان شاء الله، ان شاء ويا الله. رب العيد الجاي انتم ببيتكم ونزوركم ونضيفونا، نتشرف بكم، وانتم اهل الخير، انتم اهل الخير، وانتم علمتونا الخير، وخير الشرقية هو من خيركم، وهذا البرنامج اسمه خطوة خير هو حتى فرحكم ونفرغ الصغار. أيوة. ان شاء الله يسلمكم. احنا قلت لي عندك خمسه، خمسه اولاد، خمسه اولاد، فهاي حصه الاولاد الخمسه مدام. نعم. اختي ام منور هاي خمستهم بالعداله، كل واحد جنته. اي وبسمه ان شاء الله، جزاكم الله خير. وهاي الكسوه مال اختي العزيزه ام منور، الله يخليكم، الله يبارك فيكم. وهاي للعائله من الشرقيه، كل المواد هي هديه بسيطه بمناسبه العيد السعيد. وهاي ايضا الغذائيه الخاصه بالعيد، رحم الله والديك، احنا نشكركم، جزاكم الله. ويا رب ان شاء الله نقول خير وسلامه عليكم وعلى عوائلكم ان شاء الله. والشرقيه ترحب بيكم، الله يسلمكم، وتمد ايد الخير لكل العراقيين، الله يبارك بيكم. اخذنا من وقتكم مضايق، لا لا عادي، الله يخليكم، يسلمكم، يسلمكم، مع السلامه، الله يسلمكم. خلاص ابوه تعال سلم، سلم. اي ما قاعد مضايق حبيبي، حبيبي حبيبي، عيش سعيد. ها جبت لك انا هاي سياره، بيها سياره العب بيها حبيبي، حبيبي. السلام عليكم.
كل عام انتم بخير، صحة وعافية، عيد سعيد إن شاء الله عليك وعلى العائلة. تعال 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 يمي، تعال يمي. شنو اللي تواليت حلو؟ هاي شنو؟ شنو شجعتك؟ أول أول منو هذا؟ اسم ممسوح هذا برشلوني مو؟ برشلوني. تعال 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 هذا ريالي مبين هذا. تعال عمو تعال حبيبي تعال 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 حبيبي تعال. هلا 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 تفضل أختي تفضل تفضل أختي تفضل يا هلا. كل عام وأنتم بخير، صحة وسعادة إن شاء الله. عيد عليكم تفضل أختي العزيزة. شلونكم يا أبي؟ الله يسلمك. شلون صحتكم؟ بخير وسلامة الحمد لله. قد العائلة الكريمة؟ خمسة ما شاء الله. خمسةكم كلكم هنا، قد صار لكم؟ سبعة أشهر يعني صار لكم إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله يعني هي شدة وزالت إن شاء الله، وسعودون دياركم إن شاء الله. إحنا قناة الشرقية جيناكم بمناسبة العيد السعيد، وجينا نفرح الحلوين دول الملحين دول. شو اسمك؟ أوس. هلا أبو أوس، قول أوس. اسمي أوس. لا قول اسمك الكامل الثلاثي. شو اسمك ابوك؟ شو اسمه؟ اوس شنو؟ اوس اسحاب. اوس؟ ايوه ابوك؟ اسحاب. حبيبي حبيبي حبيبي. احنا برنامج اسمه خطوة خير، وجايبينكم هدايا، هي هدايا العيد. نريد نفرح الولاد الصغار دول واهل بيتكم ان شاء الله، ونتمنى لكم السعادة والهاي. فتكون يابا الولاد الثلاثة. هاي الولاد الثلاثة. زين بطل هاوس، وهذا محبوبي، هذا اطول منك، ما شاء الله ما شاء الله. هذا اخر واحد مو؟ ما شاء الله. شو اسمه؟ رضا. هلا برضا. هلا برضا يا ابي خبر رضا جباكم عليه، حطوا له شغلات هاي. الله يحفظ الله يحفظ الله. وين مال البنت؟ هاي البنيه، هاي البنيه. ما شفتي عزيزه؟ بابا هاي وهاي كسوة اختنا العزيزة بمناسبة العيد، وعندنا ايضا الغذائية، الغذائية اللي هي للعائلة ان شاء الله. يبارككم ويخليكم ان شاء الله. يبارك فيك الشرقية. حبت اشارككم العيد ان شاء الله والفرحة ان شاء الله، ويحفظ اهل بيتك. نشكر الدكتور سعد البزاز. الله يخليك الله يخليك. الله يبارك فيك اكثر من ثاني ان شاء الله. اي احسنت احسنت. احنا دائما قريبين من يومكم، واحنا دائما نكون نفرحكم، ودائما يعني الشرقيه جديده على الشرقيه تسعى الى ان تكون ان شاء الله دائما هي سباقه، هي منكم وعليكم، وهي ان شاء الله تكون صوتكم ولسانكم، وهي هي الخير، لان انتم جوا الخير. الله يسلمك. نتمنى لكم ان شاء الله حياه سعيده، وكل عام وانتم بخير، وعيد سعيد مره ثانيه عليكم. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. يا اخوي اليوم كلها كلها تلبسها، هاي تلبسها واليوم تلعب فيها، هاي نريد اليوم تخرب السيارة. مع السلامة. الله وليك. أحمد ورايك مو تعوفني. يا أهل البيت. السلام عليكم. أختي الله يساعدك. شلونك يا أبي؟ شلون صحتك؟ الله يبارك فيك ويسلمك ويحفظك. كل عام وأنتم بخير. إذا أمكننا يمي حجية. شلونك يا أبي؟ الحمد لله. يحفظك. الله يسلمك. شلونكم زينين؟ الله يخليك. تعال بويا تهمي رجال البيت. جاتك نعال. وين التكستاني؟ وين وديت التكستاني؟ هنا جو. تشوه؟ ايه. تروح تشيبه وتشي. يلا يلا البسه وتعال. حجيه شلونكم؟ الحمد لله ان شاء الله. ايش قد انتم بالبيت حجيه؟ والله احنا انا وولد شباب اثنين. ها شباب اثنين بس. هذا على ولد ابني شهيد، والبيت عندي، واللي هم يا امهم راحت مسيره لاهل. هذا ثلاثة احنا. ثلاثة ولد؟ خمسة جهال ابني وام والاب استشهد وام. الى رحمة الله، الى رحمة. هم عايشين وياك؟ لا، كرفان. ها كرفان ثاني، بس هنا اثنين وجنابك. اي. الله يخليهم، كل عام وانتم بخير. خرج. تعال وليدي، تعال لبست النعال، عفيه، لقيته شوه؟ شو اسمك؟ سجاد. سجاد، حبيبي وين بابا؟ ها؟ والدك شو شو؟ أيه. بالخالدية استشهد. استشهد بالخالدية بالعسكرية إلى رحمة الله. هذا ابن البطل، أبوك بطل حبيب شهيد. إن شاء الله تتربى بعز خوالك وعمامك وأهلك وناسك إن شاء الله. وإحنا جايبين لك اليوم هدية بمناسبة العيد. شو تحب هدية؟ سيارة مو؟ هي سيارة؟ شو تقول سيارة؟ جايبين لك سيارة، وجايبين لك كذا. هذا يسوي أبوي من تمشي بيه. شلون تلاقي؟ جايبين لك شيء إن شاء الله. ان شاء الله. وين جيبوا لي مالتي. يلا نشكرك
يذكركم المجموع كلكم. الله يبارك فيكم ويخليكم ويسلمكم. الله يخليكم. الله يخليكم ويسلمكم. جميع واحد يتفقد اخوان. الله يبارك فيك امي. وهاي هاي غذائيه مالت العيد. تسلموا. ان شاء الله. الله يبارك فيك. سلمي لنا على الشباب وعلى الولد جميعا. الله يبارك فيك. الله يخليكم. سلمونا حفظ الله ان شاء الله. وهاي الك امي. هاي الك يابا. هاي الكسوه مالت العيد. تسلم. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يحفظك. سلمي لنا يابا. الله مع السلامه. مع السلامه يابا. الله يعافيك. هسه بعدنا نتجول ووصلنا الى 46. 46. السلام عليكم. الله يساعدهم. تفضل استاذ. السلام عليكم خالي. شلون صحتك؟ تفضل يابا. كل عام وانت بخير. عيد للجميع لنا ولكم. عيد سعيد. ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك. الاسم الكريم عمي. زين فرحان جواد. والنعم. نعم. من انبار؟ نعم. ايش قد صار لك هنا؟ صار لي سنة. سنة ان شاء الله. ايش قد انتم بالبيت حجي؟ والله هذا بيت ابني. ابنك اي. اي. ايش قد هذا نفرين. نفرين هو وزوجته؟ اي نعم. وانت وياهم؟ انا مو لا اذا خيرك نعم. ها بس هو هنا هو وزوجته. تفضلي اختي. تفضلي اختي. تعال خليني اشوف. السلام عليكم اختي. شلونك يا ابا؟ شلون صحتك؟ كل عام وانت بخير. وسلمي لنا على ابو بيتك ان شاء الله. والله يعلي سعودكم ان شاء الله ويرجعكم لدياركم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. امين. الله يسلمكم ويسلمكم ويسلمكم. اعطوني ابوي. اعطوني. هاي اختي العزيزه. هاي كسوة العيد إلى شعر جزيل. هذا الوليد منين؟ هذا ابن ابني هناك. ها ها هذا 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 مسافر خان مسويه. هذا ايه. ولا بعده قدام. ايه. يعني هو يجيكم هنا ايه. عبالي بارك الله بيكم. وهاي وهاي الله يبارك بيكم. هاي الغذائية مالت العيد. الله إن شاء يبارك الله. بيكم ويعوض عليكم. إن شاء الله. الله يبارك بيكم. تسلمونا. هاي هذا. أنا قدامكم هنا. إن شاء الله. الله يبارك بيكم ونشكركم. الله يبارك ونشكركم. مع السلامة. مع السلامة يا مع السلامة. مع السلامة. تعالوا تعالوا تبشروا معايا. تعالوا 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 يلا توكم انتوا اخذتوه؟ ها؟ وين انتوا اخذتوه ما اخذتوه بعدكم؟ انتوا اخذتوه وانت اخذت؟ تعالوا تعالوا منو ما اخذ؟ تعال يا عمو تعال عمو انا لا 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 هيك هسه ما يصير ما هسه احنا لا 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 نزعل هيك هسه اقول منو ما اخذ يشيل ايده ما لا 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 نزلوا ايدكم نزلوا ايدكم نزيدكم من اقول منو ما اخذ هي شيء منو ما ماخذ انا انا خلاص 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 بس شيل ايدك نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك منو اخذ شو نفسكم دخلت تخبطوني منو ما اخذ ولا ما اخذ نعيد شوفوهم عسبوهم اللي ما ماخذ شيل ايدك انا انا لا تقولوا انا بس ارفع ايدي دول كلهم ما ماخذ نزل ايدك منو اخذ؟ محا هذا يقول محا ما ماخذين هسه صح قبل شويه لا كانت لا مو هسه اذا ما ماخذين هسه احنا جايين عليكم عيني ونطيكم ونفرعكم وسلمونا على اهلكم خوش زين هسه منو يقرا لنا النشيد؟ هلا هلا تعال هلا صفقوا لها يلا اريد هوسه يلا اريد نشيد يلا قولي اي يلا اي يلا اهاني اخرس هي لك هي يلا 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 شو يلا يلا عيدي اي اي وين النشيد؟ اي يلا النشيد اخرس وين النشيد؟ افوت خلي شوي هسه هي نسيت النشيد لحد ما تتذكرها راح نجيب وقت تعال تعال اخرى انت الاملح انت ولا نشيد حافظ والله موطني يلا كنا موطني يلا كنا موطني اه والجمال ماء والماء في رباك والحياة والنجاة موطنين 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 موط
اليوم وصلنا إلى نهاية خطوتنا الأولى من خطوات الخير، من خطوات العطاء لقناة الشرقية. وبوسط هاي الجموع الخيرة، بوسط هذول الناس الخيرين، قدمنا لهم فرحة وكنا بنصهم وعشنا وياهم يوم سعيد ويوم مفرح. ومرة ثانية نقول لهم كل عام وانتم بألف خير، انتم عوائلكم وناسكم وأبنائكم اللي بداخل الوطن وخارج الوطن. وإن شاء الله هذا المخيم السنة اللي ما يكون إلى وجود، لأن عوائلنا كنا إحنا وياهم فرحانين بعودتهم لديارهم والأهلهم إن شاء الله. نقول لكل الأخوة المشاهدين اليوم كانت هاي خطوتنا الأولى، خطوة خير، وهي إن شاء الله تكون محطة خير لكل إخواننا اللي شفناهم اليوم بهذا المخيم، مخيم الأمل. نستودعكم الله على أن نلتقيكم في خطوة أخرى مقبلة من خطوات خير الشرقية، وإلى اللقاء. أودعناكم.